يا رب يديم الفرحة ودايما نفضل مبسوطين ودايما نفضل سعداء. من يومين كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن عن افتتاح مقر التجمع الخامس، إن هو بيتم افتتاحه إن شاء الله يوم 1/6 فرع الرابع، وإن شاء الله إن شاء الله يكون فرع، أنا متأكد إن هو فرع من أحدث واجمل الفروع اللي موجوده او مقرات النادي الاهلي اللي موجوده. النهارده كمان لجنه العضويه بالنادي الاهلي برئاسه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره اجرت العديد من المقابلات الشخصيه مع الراغبين في الحصول على عضويه الاهلي، الحقيقه وسط اقبال شديد جدا جدا جدا. الناس سمعت كلامي الحمد لله وراحت قبل 1/9 او حاولوا تروحوا قبل 1/9، أنا تاني مرة بقولها أهو، مع إنه مش من حقي إن أنا أقولها، لكن تاني مرة بقولها إن أنا قبل 1/9 الحقوا اشتركوا في مقرات النادي الأهلي المختلفة. مش هقول أكتر من كده. يوم 1/9 هتعرفوا ليه والفرق قد إيه. لكن النهاردة لما كنا بنسأل الأستاذ طارق قنديل على التواجد والناس اللي متواجدة ورحنا شفنا والناس صورت وكده، لا الموضوع مختلف. بسم الله ما شاء الله عدد كبير جدا من الأهلوية اللي حابين يكونوا متواجدين، وغير الأهلوية الحقيقة اللي حابين يكونوا متواجدين في أفرع أو في مقرات النادي الأهلي المختلفة. الوضع مختلف تماما اليومين دول، مقر التجمع ومقر الشيخ زايد ومقر مدينة نصر ومقر الجزيرة إن شاء الله، وعلى حسب كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة مقر التجمع الخامس لن يكون المقر أو افتتاح المقر الأخير، إن شاء الله من المحتمل أن يكون في مقرات أخرى في محافظات أخرى في محافظات مصر الحقيقة، لأنه الأهلوية 80 ولا 81 مليون أهلاوي متواجدين في مصر كلها. شايفين حضراتكم الإقبالات دي إيه؟ عدد كبير جدا من الأهلوية بيحاولوا يكونوا وغيرهم بيحاولوا يكونوا متواجدين إن شاء الله خلال الفترة القادمة في النادي الأهلي وجمعيته العمومية، لأنه الجمعية العامة الحقيقة احنا عندنا 80 أو 81 مليون أهلاوي بيحبوا هذا النادي وشجعوا هذا النادي بقلبهم. فإن شاء الله كان نفسي بس الكابتن يعملها يوم 6/1. 6/1 برضو بالنسبة لنا تاريخ حلو بنحبه كلنا كأهلاوية يعني، لكن خلاص 1/6 علشان ما 6/1 من 1/6 ما فيش مشكلة، لكن هو الافتتاح رسميا إن شاء الله يوم 1/6 الخميس 1/6 افتتاح مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس.